6 سبتمبر 2015. هذا أول يوم لي في رفح. إنه من أسعد أيام حياتي. الانضمام لهذا المكان مع رجال يجاهدون في سبيل الله. الحمد لله وحده، نشكره ونرضى بقضائه. يا رب اكتب لي الشهادة في سيناء يا حي يا قيوم. أبي الغالي وحبيبي وأحلى أب في الدنيا، أنا آسف لأني لم أخبرك أني في رفح. أقاتل في سبيل الله خوفا أن تقلق وخوفا على صحة حضرتك. والله أنا سعيد جدا، وكل حاجة في هذا المكان مباركة وجميلة. هي سينا كده وحضرتك عارف. قاعد لوحدك بتعمل ايه؟ فيك من يكتم السر؟ واحنا بنعمل حاجة هنا إلا وسر. أنا أقولك، الكشكول ده هكتب فيه كل اللي بيحصل لنا، ووصيتي ليك لو جرالي حاجة تسلمه الوالد وتقوله محمد كان بيحبك قوي، وتطلب منه يسامحني عشان ما قلتلوش اني في رفح. يا جدع ان شاء الله الكشكول يفضل معاك وتوريه لابوك ولعيالك كمان. يلا يلا، انا جبت المية عشان نتوضى. طب يلا صلاح. بسم الله. بسم الله. صلاح محمد، صلاح محمد. تمام يا فندم. في عربية دفع رمائي داخل علينا، استعدوا عشان انا جاي حالا. الله اكبر. كل الجنود تستعدوا، كل واحد ياخد له ستر ويستلق شرطي. بس يا فندم. مفيش بس يا عسكري، نفذ الامر. تمام يا فندم. احنا هنسيبهم يدخلوا في مرمى نيران اسلحتنا، ومحارة السلاح مني هنشتغل. حارة السلاح، حارة السلاح، حارة السلاح. يحيى خد مكاني. جاهز اللي شرف فين؟ تمام يا فندم. عم من صادر محمد اشرف، من صادر محمد اشرف. في هجوم شديد على الكمين، في هجوم شديد على الكمين. اطلب الدعم، اطلب الدعم. الدعم جاي لحضرتك حالا. تمام يا فندم. اثبتوا يا رجاله. اسلام التام يا فندم، اسلام التام. غطينا محمد يا معتز معايا. يحيى اذهب اي مجموعة معايا. جريوا جريوا يا فندم. الله اكبر، الله اكبر. صلاح لم الاسلحه، محمد يا معتز اطلع العالي. يحيى طمن على السلم في الاسعاف. فندم لسه عاد فيه الروح. هات له ميه يا صلاح. ميه؟ انا عارف انا خزنه السلاح دي فيه. لا يا صلاح، هو لما كان جاي وشال سلاحه عرفناه مكانه، والرساله وصلت انه اي حد هيفكر يدوس على الارض دي بشر هيلاقي زينا ملايين يصدوه ويخلصوا عليه. لكن هو مرمي وغرقان في دمه، نعالجه ونجيب له ميه. احنا مقاتلين لكن عمرنا ما نفقد انسانيتنا. هات له ميه. ادفح يا اخويا. قول الشهاده. اشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وكمان بتلاقينه الشهاده يا فندم. ولا انظر الى هذا.